المحكمة حكمات ب 2018 تحكمات وتحكمات بعشرات المليون، ولكن الجامعة ما بغاوش يعطوني حق ولدي. قبل ما تجي دي لامبولانس انا فاش مشيت لقيت هذيك البارة حيدوع، دايرين واحد العساس تما، هذيك البارة جروها حيدوع، يعني ملي جاوا البوليس وجيت انايا ما لقيتش هذيك البارة في بلاصه. هاد الحادثه اللي وقعت في 2013 يعني اللي كان هذيك الوقيته، علي الفاسي الفهري، انا الوردي سميه، وكنعاود جيت نعود المعاناه ديال الوردي عادل، كان كيلعب في واحد التيران في لاله مريم، وهذاك التيران ما ماشي تيران، يعني واحد التيران ما خاص كاع الدراري يلعبوا فيه، هذاك التيران محسوب على الجامعه، وهذيك الجامعه ما مصايباش هذاك التيران وكيلعبوا فيه الدراري. قبل ما ولدي طاحت على جوج دراري، قبل ما يموت ولدي انا طاحت على جوج دراري، واحد طاحت لي على رجلو هرساته، واحد طاحت عليه حفظ الله، ولكن الثالثه جات في ولدي ما قعداتوش، طاحت لي على راسو ما قعداتوش. يعني هاد الجماعه كنت تحركات في الدري الاول اللي طاحت عليه، ما غاديش يوقع المشكل في الثاني، ما غاديش يوقع المشكل في الثالث، ما غاديش يوقع. يعني الجماعه في الدري الاول والثاني ما تحركاتش، يعني كيف كيدير هاد التيران اللي كيلعبوا فيه الدراري، هما مكالين دوك البارات غير بحجره، الدراري ما غيكونوش مامنين، هما داك التيران يعني ديك الباره مكالي بحجره، كي غيدير الدري اللي حابس تحت منها، وكي غيدير الدري اللي كيلعب هو مامن، ما مامناش هذيك البلاصه اللي كانوا كيلعبوا فيها الدراري، ما مامناش. يعني هاد الجماعه راه ما دايرهاش خدمتها، يعني كون كانت دايره خدمتها كيف في الاول كيف ثاني، كون كانت دارت خدمتها في الاول ملي طاحت على الدري الاول ودارت خدمتها، ما غاديش طيح على الثاني وغطيح على ولدي اللي هو غادي يموت. يعني الجماعه فاش انا ولدي مات ما جاوش عندي، تي ديك البارة اللي طاحت عليه كانوا حابسينها بحجره، الدراري فاش كانوا كيلعبوا في الكره كانوا حابسينها بحجره، مشاو كيلعب مع الدراري، ملي جاو ما كايناش حتى 5 دقائق جاوني الدراري تيبكيو تيقولوا لي عادل مات، كنقول لهم كيفاش عادل مات، هو يلا كان معايا، يلا دار معايا كاسكروت، يلا كان كيهضر معايا، كيفاش مات؟ يعني 5 دقائق ما كايناش 5 دقائق تجوني الدراري تيبكيو. ملي مشيت انا كنجري، وليت ملي انا طليت الدراري من الشارجم كنقول لهم كيفاش عادل مات، يلا كان معايا. ملي انا وليت باغا نقز من الشارجم باش نعرف ولدي كيفاش مات، اشنو وقع ليه، واش جات فيه شي كسيده، واش ضربته شي طوموبيل، واش وقع ليه. يعني الدراري قالوا لي مات وصافي وحبسوا، يعني مشاو شادين روسهم تيبكيو، تبعتهم انا كنجري. ملي مشيت انا لقيت ولدي داروا عليه ليزار، غطاو قالوا لي صافي راه توفى، ما يمكنش ولدي يلاه كان معايا كتقولي لي توفى. يعني واحد السيده قالت لي، واحد يعني في ديك البلاصه يعني راه لقيت عليه، قالت لي واحد السيده راه بقى كيعيط ماما 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 حتى تقطع ليه الجد، يعني راه ما بقاش الجد، قالت لي صافي راه مات. هو الوقيته اللي انا جيت حدا راسو تنغوت تنقول لهم ما تقولوش لي ولدك مات، ما يمكنش. ملي حيت لي ليزار حل عينيه، ملي سمعني كنهضر حل عينيه، شاف فيا لقيت لي شاف فيا، بقى يقول لي ماما ما تخافيش عليا، ولا ماما ما 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 ما, ما تبكيش، ولا ما تغوتيش، ولا راه انا ما مالي حتى شي حاجه، ما تخافيش. ما قدرش صافي، ولا فمو تيخرج بالدم، ولا ودني تيخرجوا بالدم، صافي جات، صافي غيبت، يعني مشى عيطنا لامبولانس جات داتو. قبل ما تجي دي لامبولانس انا فاش مشيت لقيت هذيك البارة حيدوع، دايرين واحد العساس تما، هذيك البارة جروها حيدوع، يعني ملي جاوا البوليس وجيت انايا ما لقيتش هذيك البارة في بلاصه، يعني جروها، جر هذاك العساس اللي تما جرها دخلها لهذيك البلاصه اللي هو كيسكن فيها. لقيت اللي جيت انا ما لقيتهاش، وقت اللي جاوا البوليس داروا تحقيق ما لقاوهاش. هذوك الناس ما دايرينش خدمتهم، يعني دابا عاودوا داك التيران، مشاو صايبوا داك التيران، عاودوا ثاني قادو داروا ليه الساروت، ولاو الناس كيدخلوا بالساروت وخرجوا بالساروت، ولكن انا ضعت في كبتي. هاد الناس ملي انا طاح ولدي وهما عرفوا المشكل وعرفوا كيفاش طاحت البارة على الدري، لان هما ما دايرينش خدمتهم، ما جاوش عندي البلاصه اللي طاح فيها ولدي، ما لحقوش عليا السبيطار، ولكن هاد الناس انا مشت منهم حتى شي واحد. انا المحكمه مشيت درت محامي، المحكمة حكمات ب 2018 تحكمات وتحكمات بعشرات المليون، ولكن الجامعة ما بغاوش يعطوني حق ولدي. أنا حق ولدي
ما بغيتوش، بغيتو شي الا خد لي حقه غيبقى ناعس في قبره، غينعس وهو مرتاح، ولكن ولدي هو ناعس في قبره ما مرتاح وانا ما مرتاحاش. انا كنعاني 10 سنين هذه، انا ميته، انا براسي ميته، انا ما عايشاش، مشات لي كبتي. اي واحد عنده وليدات، اي واحد عنده وليدات ما كيبغيش يضيع في شي واحد من ولادو، يعني اللي عنده الوليدات غادي يحس بيا، اللي عنده الوليدات غيحس بانا المعاناه اللي كنعاني انا 10 سنين هذه وانا كنعاني. تيران كاين حدايا، صحابو كاينين حدايا، فين ما درت هذاك التيران ما بقيتش كنصد جيت هذيك البلاصه اللي طاح فيها ولدي، اللي مات فيها ولدي ما بقيتش كنصد جيت.